بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم Examples of Non-Homogeneous Differential Equations. نأخذ بعض الأمثلة حول معادلات تفاضلية غير متجانسة. Example: Solve the following differential equations. 1y double dash ناقص 2y dash زائد y يساوي e أس 3x زائد 4x. وثانيا نفس المعادلة احنا هنا y double dash ناقص 2y dash زائد y يساوي e أس x زائد x. solution: طبعا بما ان المعادله غير متجانسه فراح ناخذ بدايه من المعادله المتجانسه، ناخذ الحل العام، نجد الحل العام لهي المعادله y دبل داش ناقص 2y داش زائد y يساوي 0. طبق differential operator فراح يصير d تربيع ناقص 2d زائد 1 الكل مضروب في y يساوي 0، وهذا يؤدي لي لأنه حصلت هاي المعادلة المميزة m تربيع ناقص 2m زائد 1 يساوي 0. طبعا هذه هي معادلة قابلة للتحليل ولها جذران متساويان، فهذا معناته أن الm ناقص 1 تربيع يساوي 0، فإذا الm1 يساوي m2 يساوي 1، وبالتالي فإن الحل العام yg هو C1 زائد C2 مضروبين في X E أس X. هذا خلي أنطيه معادلة ستار. الآن نتجه إلى الحل الخاص. تذكرون أخذنا طرق عدة وقلنا أنه عما تكون الدالة polynomial أو تكون الدالة exponential أو تكون الدالة sine أو cosine. هنا بما أنه أنا عندي mix فعندي polynomial أو exponential فلازم أفرض كل واحدة على حدة. بداية أنا عندي e أس 3x، فبما أنه هنا ال e أس x تختلف عن ال e أس 3x فإذا مباشرة راح أفرض أنه الحل الخاص الyp يساوي a e أس 3x. ايش عندي بعد المتبقي؟ المتبقي عندي البولينوميال، اذا ايضا لازم افرض بالنسبة للبولينوميال. هنا بما انه عندي جذور ولا واحد منهم صفر، اثنينات هن واحد، فاذا مباشرة افرض وعدي هنا بس اكس، ما عندي اكس تربيع فما راح اضيف حسب القواعد السابقة، فهذا راح يصير زائد ب مضروبا في اكس زائد سي. الان اشتق المعادلة فراح يكون y p داش يساوي 3 a e أس 3 x زائد b، وال y دبل داش b راح يكون عبارة عن 9 a e أس 3 x. الآن أعوض هاي الفرضية بالمعادلة الأصلية، فالمعادلة الأصلية عندي ال y دبل داش ناقص 2 y داش زائد y يساوي e أس 3 x زائد 4 مضروب في x، فهذا راح يؤدي إلى إنه 9 a e أس 3 x ناقصا 2 مضروب في 3 a e أس 3 x زائد b طبعا زائد a e أس 3 x زائد b مضروب في x زائد c، كل هذا يساوي e أس 3 x زائد 4 x، فيطلع عندي 4 a e أس 3 x. هذول خلصنا منهم، فهنا نجي سالب 2 b، بس b بدون حد، هنا b مضروبا في x، فاذا راح يصير زائد b مضروبا في x ناقص 2b زائد c راح يساوي e أس 3x زائد 4 في x. الآن نطلع المعادلات الخطية بالمقارنة، فأنا عندي 4a يساوي 1، وهذا يؤدي إلى أنه الa قيمته 1 على 4،
وعندي البي يساوي 4 حد مع اكس، وبالتالي فاذا البي يبقى نفسه هو 4، وعندي هنا هاي المعادله الثالثه سالب 2 بي زائد سي يساوي 0، فاذا سالب 8 زائد سي يساوي 0، وهذا يؤدي الى ان السي قيمته راح تطلع 8. فالان اعوض هذه الثلاث حدود في المعادله. انا شنو اللي فرضته؟ انا فرضت انه الواي بي هي A يقوس 3X زائد BX زائد C. ايش قد قيمة الA؟ فاذا الواي بي راح تطلع عندي هي 1 على 4 يقوس 3X زائد 4X زائد 8، وهذا هو الحل الخاص. فاذا الحل النهائي The solution is عندنا y يساوي yg زائد yp، وهاي راح ينطي c1 زائد c2 مضروب في x يقوس x زائد 1 على 4 يقوس 3x زائد 4x زائد 8، وهذا هو الحل النهائي للمعادلة التفاضلية. خلينا ناخذ المعادلة الثانية. المعادلة الثانية او رقم 2 بالمثال كان يقول y دبل داش ناقص 2y داش زائد y يساوي e اس x زائد x. طبعا هنا نفس الفكرة، انا كان عندي الحل الخاص، الحل العام الواي جي هي سي 1 زائد سي 2 مضروب في اكس، هذا كما في يحل كما في اعلى. الحل الخاص الواي بي، فناخذ الان الحل الخاص. هسه ايش راح افرض؟ انا بما انه عندي الاي اس اكس نفسها هي جذور بالمعادله موجوده تكررت، وتكررت عندي بشكل جذرين يعني السي 1 والسي 2، فانا صار عندي جذر كامل، يعني هنا انا صار عندي سي 1 في اكس زائد سي 2 في اكس، صار عندي سي 1 زائد سي 2 في اكس، فهنا ظهر عندي معها قيمته اكس في الحد العام، فلازم اخذ الاكس تربيع. فاذا افرض الواي بي هي اي اكس تربيع اي اس اكس، فاي اكس تربيع اي اس اكس اكمل زائد بي اكس زائد سي، او طبعا اشتق المعادلة فواي بي داش راح يساوي الاول في مشتقة الثاني اللي هو نقول اي اكس تربيع اي اس اكس مشتقة واحد زائد الثاني في مشتقة الاول اي اس اكس في مشتقة الاول، في اثنين اي اكس اي اس اكس زائد بي. اما الواي دبل داش للبي فايضا راح يطلع عندي هذا الاول في مشتقة الثاني، فهو نفسه هذا الأول مشتقة الثاني هو نفسه مضروب في واحد زائد الثاني في مشتقة الأول 2 AX E أس X زائد هذا نفس الفكرة الأول في مشتقة الثاني 2 AX E أس X زائد الثاني في مشتقة الأول اللي هو 2 A E أس X. وطبعا نعوض الآن هاي الثلاث معادلات، نعوض بدل الواي دبل داش ناقص 2 واي داش زائدا واي، نعوض بهذه المعادلات كاملة ونقارن الصيغة كما في أعلاه، وراح يطلع عندي الحل الخاص هو واي بي يساوي نصف اكس تربيع اي اس اكس زائد اكس زائد 2، وبالتالي فالحل النهائي للمعادلة هو واي يساوي واي جي زائد واي بي، وهذا يساوي C1 EOS X زائد C2 X EOS X زائد نصف X تربيع EOS X زائد X زائد 2، وهذا هو الحل النهائي للمعادلة التفاضلية.